غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته هذا اليوم العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وأعضاء السفارة البحرينية في القاهرة.